المعلومات دي ادت لحضرتك قد ايه من حياته؟ لا ادتني مساحه لحد يعني ايه؟ يعني لحد انهي مرحله؟ يعني لغايه لما بدا يغادر الجزيره. اول مره ولا ثاني مره؟ لا المره الثانيه بعد ما فكت اغلاله. تمام. المره الثانيه مش الاولى. يعني تواصلت ويبدو ان دي كان زي روايات شفهيه واتكتبت. تمام. يعني والله اعلم توارثها الاجداد يعني. يعني طب هو حضرتك ذكرت نص منسوب لاحد صحابه سيدنا ابراهيم. ايوه إيه النص ده؟ حارم ده. حارم بن ازاد. ما هو بيتكلم عن ده. بس هل ده سيدنا ابراهيم حذر منه؟ طبعا في حاجه انا عايز اقولها في ليه تحذير الانبياء. في كتير من المفتونين بس هما طبعا عشان يخدموا قضية ان هو قبيل. ده جهل ما بعده جهل طبعا. فيستخدموا الحديث ده اللي هو ما من نبي الا انظر امته الاعور الدجال. كأن مثلا ان كل نبي قعد مع امته وقال لا ده هو خارج فيكم بقى دلوقتي. لا القصة مش كده. ده القصة مربوطة بسيد الخلق. تمام. صلى الله عليه وسلم ضمن الانباء عن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اقسم بالله ما اجهل من يتحدث ان النبوءة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منفكة عن النبوءة بحفيده الامام المهدي اللي هو علامة العلامات في الحقبة الاخيرة من الزمان. تمام. فلازم نبي هذا الزمان يتحدث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدث عن اهل بيته. تمام. يعني دي عندي قطعية. وعلى فكرة في احاديث. تمام. كثيرة بهذه المعاني. ونسأل الشراشير كمان. ده غير الشراشير حضرتك. لا ده في احاديث في السنن. تمام. بس الناس ما بتقراش او لما بتقرا عفوا بتتجاهل عمدا طبقة معينة. تتجاهل عمدا قال بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتفخم في من سواهم. تفخيم يعني يصل الى حد الصنمية. تمام. لا احنا نوازن. قلنا اهل بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لهم المرتبة الاولى بعد حضرته. بل لهم الصلاة والصلاة عليه والسلام عليه زي حضرته. تمام. بدليل التشهد. تمام. والا نحذفها من التشهد. وفي ناس يكادوا يحذفوها. يعني انا بشوف شيوخ عفوا يعني بندهش لما يجي يقول لك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الى ان بقت مع التكرار. وارجو كل الامه تسمع اللي انا هقوله ده. ان عيد الشريط تاني وهو بيقولها هتلاقي في النهايه بيقول سوا سلم. دي مفاجاه بقولها لكم من كثره ما الاستهانه بحضرتك ويمكن عقوبه من عقوبات الله سبحانه وتعالى على من فكك بين حضره سيدنا النبي واهل بيته انك ما بتقولش الصلاه صح. حتى وانت بتقول صلى الله عليه وسلم المبطوره الصلاه البطراء وفيها نهي عنها تماما. لان قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم. طب ايه صلى الله عليه وسلم دي؟ ويطلع البعض يقول لك ما فيهاش حاجه. طب ما هو ما فيهاش حاجه يبقى نصدقك ونكذب سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم. تمام. الذي حذر من الصلاه البطراء. سيادتك فالحديث هنا بتاع الانبياء بيتحدث عن سيدنا النبي وآل بيته ولا بد انه يذكر سيدنا الامام المهدي. ليه؟ لان هو العدو الحقيقي للدجال. تمام. ودي النقطه اللي فايته عن الغوغاء والتشنج اللي حصل على النت والتهريج والدعايه وسقط فيها طبعا بكل اسف دعاء. يعني تجد في النهايه الدجال الدجال الدجال. يعني انتوا عايزين ايه؟ يعني انت بتعكس الامر. الناس تسبح بحمده. يعني مخلوق قذر نجس عدو لله ولرسله اجمعين. تمام. بدليل تحذير الرسل. تمام. عدو الاهل بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وراء كل الفتن اللي هي يستطيع يصنعها اللي ما استطاعش وغيره صنعها بيستثمرها. هو ده التفكير اللي يدخل في التصور الاسلامي اللي عفوا اراه هو ده الحقيقي. تمام. فاذا حضرتك هنا سيدنا ابراهيم حذر ومن معه رووا. هو ما فيش كلام عن سيدنا ابراهيم عليه السلام. في كلام. تمام. وسيدنا ابراهيم ما جه مصر ما اتكلمش. اكيد اتكلم. اتكلم. طب فين بقى الكلام عنه؟ تمام. ضائع. كم من ضائع. كذلك نرجع بقى لشبيره. ده شبيره ده قتل بسبب ايه؟ ان المخطوطات دي بداوا مش مساله السعر. ان هو رمى لهم معلومه عن ان فيها ذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم. لا مش مطلوب خبر حضرتك. فكان مقتله في ظروف غامضة. ممكن يكون كان فيها برضو كثير من أحداث هذا الزمن. واسألني في قصة المخطوطات. يعني أقول لسيادتك مثلا في زيورخ. تمام.
تفاجأ ان كل الناس تعرف عن عمر الخيام انه هو شاعر مجون وله باستثناء القصيدة بل اتكلم ان يا رب اغفر لي لولا يعني ان اكون اخطأت كثيرا فانا ايه لم اشرك بك في وحداتك اللي غنتها ام كلثوم. تمام. افاجأ في جامعة في زيورخ حضرتك بمخطوطات هائلة. قسم الرياضيات حضرتك تكتشف كم من المخطوطات العلمية النادرة لعمر الخيام. إذن هو عالم رياضيات مش مجرد شاعر. ده الشعر ده بالنسبة له عفوا زي واحد اللي هو بقى يقول لك إيه بيهزر. أنا هشرب سيجارة أو هشرب شيشة بعد كده بعد الشغل يعني بترفيه بالنسبة له فان يعني القصة مش كده خالص. خبر حضرتك في سيد جمل الليل تمام ده أخ سعودي اتكلم عن رسالة كان بيشتغل فيها في النوويات والذرة فهو قاعد في ألمانيا حضرتك ففوجئ بداتا وألمان بيتكلموا فيها إن صهر النبي العربي محمد صلى الله عليه وآله الأطهار وسلم تمام أول من تحدث في هذا حضرتك وذكر هذا. أفاجأ بأخ سعودي حبيب ليا اسمه السيد حسن مدني بيقول لي ده هو صديقي وفعلا كلمني في الحكاية دي. فأنا رحت عامل كتاب سر الهاء في جفر سيدنا الإمام عليه سلام الله عليه كلمت في قضية المخطوطات. طبعا هاجمني الهازلون ماليش دعوة بيهم دول عفوا يعني بحطهم كده أصفار على اليسار لأن هو في طبقة إن ما كانش العلم هو حسب ما ورثوه ما ينفعش. تمام. حضرتك بينما كل حتى الكتب الكبيرة اللي بيعتمد عليها في الأمهات كم من عالم يذكر وكم من محدث وكم من ذكر عن كتب ومفقودة. تمام. طب ما تنساش التتار عملوا إيه. تمام. التتار ألقوا بكتب في دجلة والفرات على رأي شيخنا محمد الغزالي يقول لك نطاف الماء سودت من الأحبار. تمام. لكن في رأي لأحد العلماء أعرفه كان يقول لي لا ده فيهم نابهون كانوا فعلا اترمى جزء في المية تمام أما يعني الثمين انتقل بقى تجارة. تمام. وفعلا ده اللي أنا اكتشفته في السويد إن كان أجداد الملك كارل جوستاف يزنون المخطوطات بالذهب. حضرتك ذكرت بعض النصوص. تمام. اللي هي بتاعت اللي فيها كخبات. موجود مخطوطات. موجود مخطوطات مشمعة بالشمع الأحمر في الهيئة المصرية العامة للكتابة.